لكم من جديد، خشوني يلاه دخلت وخديت هاد الحويجات هادوما، قلت علاش لا نشاركهم معكم. ومن نهار اللي بغى ياخد فكره عليهم لقيت شي حويجات زوينين خديتهم من عندهم، وشي حويجات غاليين ما لا في الكاليتي زوينين ولا في شي حاجه. صراحه هادوما غلاوهم بزاف على اللي كنت خديتهم، حيت انا عندي بحالهم وزدت منهم حيت من دوك اللوان اللي كيعجبوني ما تيبقاوش. انا غادي نوريكم هنايا شنو خديت. هنايا خديت هادي ديال السيراميك على شكل بديل، انايا تيعجبني اللون النوار وما تلقاش النوار بزاف. انا فيها هادي كي دايره، انا نجبد عليكم في هاد الكويسات ديالها. هاد ما فيهم غير 4، ما لقيتش ديال 6، وانا كنت شريت ديال 6 رخص من ديال 4، ولكن ما عندنا ما نديرو. اللي بغى الزواق هو هذا. انا نوريكم نوريكم الكويسات كي دايره. ها هما كيجيو على هذا الشكل هذا، شتو كيجيو فني. هادو ما ديال البداية، انا كيحمقني هذا اللون هذا، ترى حتى في الروق ديال بيتي في كل شيء تيحمقني هذا اللون، تنديرو بزاف كيعجبني انايا على شكل رخام شحال هادي قبل ما يولي دابا يا موضه. والله الا كنت ديما تنشري هذا اللون. هذا الكاس الثاني وليكم فيهم 4، ولكن جاوني شويه زايدين الثمن ديالهم. هاد المره دايرين لهم 350، ما بيهمش ما عجبونيش بزاف، ولكن ما عندنا ما نديرو هادشي اللي كاين. داك النوع اللي كنت خديت منهم كاع ما بقى فيهم تطاز ديالهم كبير. هذا الكاس ديالهم نوريه لكم. ها هو الكاس ديالهم كيفاش داير، كيجي زويون. انا نحط لكم هكا شو كيفاش تيجي بحال هكا. اعطيوني رايكم في التعاليق كي جاوكم. هادوما كيما قلت لكم 350 هما اخر الثمن ديالهم، كيجيو فني وزوينين. انا ما كنت صراحه باغا هاد اليد بحال هكا، ولكن ما لقيتش هادشي اللي كاين عند كلشي. هادشي اللي ولا كاينين بحال هادوما ديال بحال ديال الميكا، هو تيتصداو ماشي تيتصداو لا كولور ديالهم تيتمسح. قلت انهم ناخذ هكا كله زاج وزيت في الثمن، ولا ناخذ الاخر ندافي. ما يمكن هذه الاولى. ثاني حاجه اللي خديت هذه ديال العطريه. هذه زوينه كانت عاجباني شحال هذه، ما لقيتش فيها اللون ابيض فيها في هنا، اضطريت انني ناخذ هكا ملونين. ما عندي ما ندير، راكم شفتوا هادشي اللي ولا دابا ديال هاد الخشب. انا هادشي كان تيعجبني شحال هادي شحال هادي وانا كنستعملو. يلا دابا يا خرجوا وزادوا اكثر عجبوني. المهم هادو ديال البلاستيك زوينين تيجيو هكا 4 ديال العطريه وصافي. خديت عاوتاني هاد الكيسان تا هما ديال البديع. انا نفتحهم ليكم نوريكم. هذا
بهذا الشكل هذا تقريبا. هادو ما راه كنت باغا ناخذ منهم اربعه اخرين غير ما بقاوش ليه، واضطريت ناخذ غير اربعه. نتوما راكم عارفين بالزياده تيكون حسن. حتى كلاج عندك شي واحد تحطهم في مخراهم كبارين، خصكم الدوبل ديال الحليب، ولكن ماشي مشكل، تيجيو فنين عجبوني. وشفتوا حتى اللون البيض ديالهم عجبكم اكثر؟ فنين تيجيو غزالين. هادي ما عندي ما ندير بها، المهم انا هادي العمدة على هادي، هانتوما عارفين هادشي راه دغيا تيتصدى صافي. وخديت عاود خديت هادو ديال الحلوة زوينين هادين وصافي، كاين فيهم الانواع، هادو هما اللي عجبوني. المهم خديت غير هادشي من داك المحل اللي شفتو كبير وعندهم هادشي بزاف صراحة. وراك معرفي اتمنى شوية طالعين. هادو هما 180، هادي كاملة 180، وهادي 350، وهادي 70 درهم. كاينين داك النوع فحال ديال ايكيا كيديرو غير ب 35 درهم، راه معروفين اللي خرجوا. وانا عجبني هادو، انا كان عجبني هادو ما شحال هادي صافي. وهادي خديتها 50 درهم. كانوا هادو هما الحويجات اللي خديت من عندهم زوينين. المهم انا بغيت غير نشارك معكم الراي ديالي فيهم، ونشارككم الديكورات دابا وداكشي اللي ولا جديد، والاثمنه ديالهم اللي بغاهم هكايا ياخذ عليهم فكره. حنا كنا طبيعه الحال تناخذوا فكره على هكايا الحويجات والمعينات. المهم هادو راه فنين حمقوني بعدا اللي كانوا عاجبيني انا خديتهم صافي. هادو هما المشتريات اللي خديت، خديت غير شويه، راكم عارفين دابا يا شويه د الغلا ماشي مشكل صافي. كانوا هادو هما الحويجات المعينات اللي خديت للدار، هادشي صراحه اللي كان ناقصني. باقي الا لقيت ان شاء الله من هادوما ضروري خصني نزيد منهم، حيت هادو هما فريمون واعرين، حيت انا من ديما تنبغي ناخذ النوار والبيض وما تنبقاش نهائيا، داكشي علاش دابا ملي لقيتهم خديتهم صافي. كانوا هادو هما الحويجات اللي خديت، وانتم معايا في الفيديو. المهم الا زدتي حاجه هاد العشيره غادي نكمل معكم الفلوق، ما كملت صافي نحط لكم غير هذا الشيء وصافي. المهم انا معكم. المهم بنات دابا يا جيت قلت علاش لا دابا العشيه نحضر معكم كيكه سهله اقتصاديه ديال ديما، ورا المقادير حاطاها لكم ديجا في القناه، انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش ديروها. كتجي ساهله وزوينه ومضمونه 100%. المهم دابا يلا غادي نصاوب الكيكه ديالي وغادي نصاوبها، وخليكم معايا. المهم بنات لقيتوني يلا ساليت الكيكه ديالي، شوفوا كي جات ها هي. المهم طريقه التزيين انا درت لها بحال هكا، وكل واحد كيما بغى يزينها يزينها. انا درت داكشي اللي متوفر عندي في الدار، عندي الكراميل وفيرميسال وهاد الكويرات هادو ما معش سميتهم. المهم هما كيتباعوا في طويسات كيكونوا بنانين. هادي النهار كنا صوبنا مهلبيه كنا شريناها ودرنا فحال ما زين الشام، دابا نشاركها معكم صافي. وهنايا هذا الطاس اللي شاركت معكم، ما درتش ليه كيسان ديالو، درت ليه هاد الكبار حيت عجبوني، هادو هما من الاحسن جاوني زوينين معاهم. انا كل لقيت هاد الكبار كنت غناخذ منهم جوج، ولي كان جوج ولي كان دوك الصغارين ما عجبونيش بزاف. انا تبازيتي على الطاس هو اللي كنت محتاجاه صافي. وهذه هي الطبيله ديالنا، خبيز هنا الصدر، هنايا المكسرات، جبينه، هذه زبدة الكاوكاو، هنا كوفيتير والعسيلة وفرماج صافي. وهذه الطبيلة ديالنا، وكنتمنى انكم تدعموني، واللي ما مابونيش يتابوني عندي وخلي لي تعليقات زوينة، وشكرا لكم.